هذا وعمت الفرحة الشارع الكويتي بوصول دفعة جديدة من أبناء الكويت المشمولين بالعفو القادمين من الخارج، حيث كست الأضواء منازل المواطنين المحتفين بالقادمين، كما عمت أصوات الأهازيج والشيلات أوساط المستقبلين بدءا من المطار، حيث عودة القادمين وصولا لضواحي ومناطق سكن العائدين. سلم يا ضمير الشعب كله، يا مسلم 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 يا ضمير الشعب كله. قرت عين الكويت كلها، واهل الكويت والشعب الكويتي بقدوم ابطالها على متن الخطوط الجوية الكويتية بقيادة الكابتن عمار العجمي، أحد الأبطال في مجلس 2012 مجلس الأغلبية، إلى مطار تيجفور، إلى مطار الكويت، أرض الصداقة والسلام والمحبة، بقيادة أميرها وربان سفينتها صاحب السمو الأمير الشيخ اللي اسمها الشعب الكويتي امير الكرم والعفو، اللي اصدر عفوه الكريم. طبعا الفرحه هذه ما ولدت ولا وجدت الا بعد الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قرار حضره صاحب السمو في العفو الكريم عن ابناء الكويتيين المهجرين في الخارج. ارتسمت الفرحه على الكثيرين من ابناء هذا الوطن بعد الله سبحانه وتعالى في عودة أبناء الكويت المهجرين في الخارج الذين كافحوا الفساد ودافعوا عن أبناء الشعب الكويتي. اليوم الشعب الكويتي شعر براحة كبيرة إن شاء الله، الآن الأبطال في الطائرة وإحنا منتظرينهم، شعور لا يوصف، شعور أنا أعرف ناس شخصيا غير مرتبطين عائليا أو لهم أي ارتباطات بالمهجرين، من أمس ما ناموا منتظرين هذه اللحظات لاكتمال فرحة الكويت. قبل لا نتكلم عن الفرحة نشكر سمو الأمير ونشكر ولي العهد، والله يديمهم صحتهم وعافيتهم ويخليهم فخر لهذا البلد. هل العهد اللي الجديد فعلا العهد اللي الشعب كله يدعي لهم، عسى الله يطول بأعمارهم. الشكر لصاحب السمو وبيد البلاد على العفو لأخونا مسلم البراك، وحنا اليوم متواجدين في مطار الكويت T4 لاستقبال أخونا مسلم البراك، ونورت الكويت أبو حمود. نشكر صاحب السمو أمير البلاد على العفو وعفى عن أبونا مسلم البراك، وحنا الآن متواجدين بالمطار بانتظار أبو حمود. الحمد لله على السلامة يا أبو حمود.